وانا كعضو جمعيه عموميه ومجموعه من الزملاء ربما نتقدم بطلب الجمعيه العموميه القادمه لاسقاط عضويه شخص اكتشفنا انه لديه عضويه عامله في النادي الاهلي، اتهم النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه انهم بني اسرائيل. هل انا ما اقدرش اعاقب ده يا استاذ ابراهيم وهو بيتهم الاهلي بهذه الصفه وبهذا الاتهام؟ اقدر اعاقب واقدر اخذ اجراءاتي. نعم. ويعني اسمح لي ان ده يعني يتم يعني هيتم مناقشته ويعني في المكان المحدد ليه طبعا في جمال النادي الاهلي. انا بس انا بضرب المثل يعني. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ شريف بس عشان ناكد بعيدا عن اللائحه والناس تبقى متاكده، مجلس اداره نادي الاهلي لن يتهاون في حق النادي الاهلي وفي كرامه حقيقي. النادي الاهلي وفي مظهر النادي الاهلي حقيقي. وما عندناش حاجه بنخاف عليها، احنا جايين للخدمه العامه متطوعين بدون اي مقابل، فما عندناش حاجه بنخاف عليها غير اسم النادي الاهلي. اشكرك استاذ ابراهيم واحييك واقل ما زال. لكن انا طيب بس